عيد ميلاد مين؟ ماريا. يلا نجهز. واو يا عبودة، شوف شقد في أرقام وباللونين كمان، بالذهبي والفضي. يلا على السريع خلينا ناخد الرقم 2. ماما شوفي هالصحون شقد حلوين. لك ايه والله، هدول كتير حلوين منشان الكيك. يلا حطن وخلينا ننقي يا عبودة الشمعة. ايش رأيك يا ماما بهالشمعات الحلوين؟ لك يا عبودة مو باللون الأزرق، لازم باللون الزهري. هي يا مامي كتير حلوة. اوكي يا عبودة. واو شوف شقد في هون يا أقنعة، وكتير ملونين وحلوين. خلينا يا عبودة ننقي شي قناع. هذا يا مامي كتير عجبني. لك أخ منك يا عبودة، مفكر حالك عيد ميلادك مو عيد ميلاد أختك ماريا. لك لا يا مامي، بس ماريا صغيرة وما بتعرف تنقي لحالها. طيب هالمرة رح أمشي لك إياها بس لأنه مستعجلة. خلص لك أمي بلا كترة حكي، خلينا ننقي لها هابي بيرثدي. وهون يا جايز عبودة نقى اللون الذهبي وأنا بدلته باللون الفوشي، وهلأ رحنا على الحساب. يلا يا عبودة خلينا نحاسب بسرعة ونروح نشتري الفستان. واو يا مامي شوفي هالفساتين ما أحلاهن. بس يا عبودة أنا ما حبيت هالألوان، بدي باللون الوردي أو اللون الأحمر. ماما لا تصيري أبو نجيب كمان على ماريا. يلا ماما تعي بسرعة ننقي أحلى كيك لبيبي ماريا. واو يا عبودة عن جد في تشكيلة كتير كبيرة، أنا احترت أي كيك بدنا ناخد، في باللون الأحمر واللون الأزرق واللون الوردي. خلص لك أمي أنا نقيت ومشي الحال، ورح خلي لك يا مفاجأة لنهاية الفيديو. ماريا صار عمرها سنتين. ماريا الكيوت. وكمان هون جبنا هدول الاطباق الحلوين للكيك. ليش في اثنين؟ يو يعني نحن تحبين اثنين؟ ليش اثنين؟ صار 22 هدول مو اثنين. ماريا يلا خلص مو مشكلة، بنخبي اثنين لتو مليون. الله لنصير 2 مليون، وهلا اثنين لماريا. شلوني معكم؟ وهلا يا جايز واخيرا خلصنا زينة. هاي البالونات علقناهم، وهي هابي بيرثدي، وهذا رقم 2. هلا لا بدكم تحطوا لنا الصحون اول شيء. الصحون؟ ايوه حطوا لنا الصحون، خلوا الفتشات على الزيت. وشو هدول؟ هدول نظارات صناع. اذا بده بدكم تحطوا منهم. حط منهم؟ ما ضروري خلص. يلا عبودة حط لنا صحون. يلا. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. واو هي بدعة حمراء لماريا يا عيني. حط لها اياها. يلا هلا صار وقت الكيك، بدنا الكيك. يلا بيستفقوا 1 2 3 بيطلع قدامكم احلى كيك. 1 2 3 وهي احلى كيك لماريا الكيوت. اذا حبيتوا كيك ماريا حطوا له قلوبة باللون الوردي. ماريا صفي ماريا. واو ماريا ما بعطيني على وحده. يلا وماريا كمان بتحط وحده. عاملها هي طريقتها. حطي ماريا هيك، حطي ماريا. واو واو شو ماريا؟ هذا اسم ماريا موجود على الكيك. عيد ميلاد اللي لامين، عيد ميلاد ماريا. واو يلا بس ما تخاف منهم ماريا بعد يدخل متشك. واو ماريا
لك شوف شوف ايش نسينا، هاي لقيتها طيبة. ايه هاي حاطة اثنين. ايه هاي الشمعة شغلنا اياها على اساس هاي بتشتغل. ماني مصدق. وانا ماني مصدق. وانا ماني مصدق. واحد انا مصدق. يلا نشوف رح تشتغل ولا لا هاي الشمعة. هاي بلاستيكة. يعني ضحك علينا. ضحك علينا هلا كم تشتغل هاي. يلا. يا واحد اثنين ثلاثة. فخي فخي ماريا. هلا لازم تمسك ايد ماريا وتقسم انت وياها الكيك. تعي ماريا في ايدك. يلا. امسك هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقسم شوي بعد من نقسم حق اسم ماريا نقسم هيك. واحد اثنين. يلا. وهي واحدة ثانية. واحد اثنين. هي ماريا. واو. أول قطعة مين بدي آخذها؟ هاي احلى عيد ميلاد لا بيبي ماريا. اول عيد ميلاد. واو يعني يعني بينتوا الكيك بشهي كثير بشهي. خلص خلصت ماريا صار في بالموضوع اكيد. يلا مهزومه ماريا. يلا لهون رح ننهي الفيديو ونقول للمتابعين لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتعطونا لايك. قلوبي 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 لونها وردي. بدنا قلوبي باللون الوردي لبيبي ماريا. بلاش ولا نحكي شوفوا. يلا خلونا ناكل. يلا. انت واحد شحاط حميد ربك شغلتك عندي. انا مو شحاط انا استوعبت بجهدي. اطلع من محلي ما بدي اشوفك. خير خير ايش صاير؟ بحكي لك قصه كامله. هذا الولد اجى يشتغل عندي. نحن اتفقنا اعطيه على كل اندومي دي بيعه ربع وبعدين باع كل الاندوميات وبده اعطيه 3250. بس هذا ظلم ما يرضي ربنا. لازم تعطيه حقه كامل. اعطيني هالمصاري. تفضل عبودة. شكرا خالي شكرا كثير ساعدتيني. راح اروح اشتري بهالمصاري عرماني واشتغل لحالي. برافو عليك يا عبودة الله يوفقك. وهي المصاري حقك. يلا قوم قوم على عرماني. روح ما بدي اشوفك عندي. عرماني عرماني مين إلك بحسب لك اياها ب10000. اما ما معي غير 3000 وربع. ما بيصير. لا والله ما بيصير. بدي اصبغ لك اياها.